السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. قبل البداية أتمنى من كل المتابعين الكرام أن يشتركوا في القناة، لأننا اقتربنا من 500,000 متابع من عائلة كوكب الفن، فلا تبخلوا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا لا تبخلوا علينا بالتعليقات المحفزة وأيضا الضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة. الفنان المغربي حاتم عمور يستعد لطرح ثالث أغنية من ألبوم بلا حدود بعنوان ميسهلني. يستعد الفنان المغربي حاتم عمور لطرح كليب أحدث أغنيته بعنوان ميسهلني عبر حسابه على منصة تيك توك وموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالتزامن مع بث الأغنية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحاتم عمور وكذا في المنصات الرقمية والإذاعات والقنوات التلفزية. وقد نشر حاتم عمور البوستر الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام موعد إصدار كليب الأغنية بتاريخ 17 من نوفمبر من الشهر الجاري. وتعامل الفنان حاتم عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجين ومظاهرة. أما كليب الأغنية فقد تم تصويره تحت إشراف المخرج أنس القاد. أغنية ميسهلني هي ثالث أغاني ألبوم بلا حدود لحاتم عمور لسنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم. ما هي العلاقة التي تجمع سلمى صلاح الدين بالفنان المغربي سعد المجرد؟ الأخيرة تفجرها. انتشر خلال الأيام الماضية خبر ارتباط الفنان المغربي سعد المجرد ببطلة سلمات أبو البنات الممثلة المغربية سلمى صلاح الدين، مما خلق الخبر الكثير من القيل والقال بين الفانز المتابع لسعد المجرد. ومن خلال أحد المواقع الإلكترونية صرحت الفنانة المغربية عن حقيقة هذه العلاقة التي تجمع بينها وبين المعلمة، فأجابت أنها تعتبر نفسها كباقي المعجبين بالفنان المغربي وأن لها الحق كباقي الجمهور أن تعبر عن حبها لسعد المجرد. الجدير بالذكر فقد سبق أن هنأ الفنان المغربي سعد المجرد الممثلة الشابة سلمى صلاح الدين بطلة المسلسل المغربي سلمات أبو البنات بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف 4 فبراير. ونشر الفنان المغربي سعد المجرد صورة لسلمى صلاح الدين عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع الإنستغرام وعلق عليها قائلا عيد ميلاد سعيد سلمى صلاح الدين. وفور قيامه بهذه الخطوة حرص محب سعد المجرد ومعجب بطلة سلمات أبو البنات على إعادة مشاركة التهنئة عبر مختلف صفحات الفانز باج الخاصة بفنانيهم المفضلين، مع مطالباتهم لهم بالتعاون في الأيام المقبلة والاشتغال على عمل مشترك. إطلالات أميرة القصر الملكي بالقفطان المغربي بالأزرق بكل درجاتها. دائما ما تختار أميرات القصر الملكي الجيد والمميز من الملابس في مختلف الإطلالات، إلا أن التميز يكون ظاهرا دائما عليهن في القفطان المغربي الذي يعد رمزا من رموز الثقافة المغربية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وقد برزت الأميرات بصفة عامة بعدة ألوان في القفطان المغربي بما فيها الأزرق بدرجاته، حيث اختارته الأميرات في عدة إطلالات خاصة دون استثناء. لهذا اخترنا أن نقترح عليكن هذه الإطلالات بهذا اللون وبدرجاته، فكيف بدت فيه الأميرات؟ هاني شاكر يشن هجوما على محمد رمضان، وهذا ما قالها.
شن الفنان المصري ونقيب الميان الموسيقية الفنان هاني شاكر هجوما على الفنان المصري محمد رمضان بعد أن أخل الثاني باتفاقه مع الأول قبل نحو 10 أيام. ويبدو أن أزمات الممثل المصري محمد رمضان حلقات متصلة لا تتوقف. وفي جديدها أعلن نقيب الفنانين هاني شاكر أن محمد رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، مؤكدا أن الأخير لم يلتزم به بعد ذلك. وقال هاني شاكر إن الفنان محمد رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، حيث افتتح الفنان المصري محمد رمضان أولى حفلاته بمنصة بوليفارد رياض سيتي يومه الاثنين الأول من نوفمبر 2021 بالمملكة العربية السعودية وسط حضور كثيف ضمن موسم الرياض 2. وقبل الحفلة قدم تعهدا لنقابة الموسيقيين المصرية. وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر إن محمد رمضان حصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاثة، لأنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين. وقال منصور هنيدي في تصريحات صحفية: مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة وعدم الغناء عاريا على المسرح. وقال هاني شاكر خلال لقائه مع برنامج NBC تروندينج: حفلتين فاتوا مضى الإقرار ده وقال لي هلتزم باللبس وهلتزم بالكلام اللي بقوله والأغاني والحركات، لكن واضح إنه ما التزمش، يعني عمل الإقرار ده لكن ما التزمش بيه بعد كده. إحنا مش جهة تمنع في النقابة، لكن في جهة مسؤولة عن الكلام اللي بيقوله وعن اللبس اللي بيلبسه، واللي هي إيه؟ المصنفات الفنية. فالمصنفات الفنية دكتور خالد عبد الجليل هو المنوط بمتابعة ده. أي حد بيبقى لبس غير مناسب على المسرح، كلام غير مناسب على المسرح، ده شغل الرقابة على المصنفات الفنية، وهو عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي حاجة هو عايزها. لكن أنا كنقابة أنا بدي تصريح للغنى أو ما بديش، فقط لا غير. بالنسبة لمحمد رمضان زي ما بقولك هو عضو نقابة، ما ينفعش لما يجي يقول أنا عايز أطلع المسرح أغني أقول له لا، لأن هو عضو نقابي أساسا. زي ما أنا أروح أمثل، فأنا برضو لما أجي عند دكتور أشرف زكي أقول له أنا عايز أمثل، مش هيقول لي لا ما تمثلش. كلامه أنا ده عملته كسابق مني أنا لمحمد رمضان لمصلحته وخوفي عليه، إن أنا عايز أنصحه بالأحسن وبالأجمل وبالأشيك على المسرح. ما هو ما التزمش، في جهات أخرى تقدر تحاسب. يعني هو مش كل حاجة في العالم بره بتتعمل تبقى مناسبة لينا، ودي وجهة نظري على فكرة. أنا واحد من ألفات بيسمعه وبيشوفه، في كتير غيري ممكن يكونوا بيحبوه، لكن أنا بتكلم على وجهة نظري أنا عن الفن اللي أنا يهمني أوصله للناس، الحاجة اللي عايز ولادي وأحفادي لما يشوفوها يستمتعوا بيها وتضيف لهم شيء. اللون اللي بيقدمه محمد رمضان لون استعراضي آه، لكن مش كل اللبس مناسب لينا في العالم العربي، مش كل اللبس مناسب لينا في مصر. بس ده اللي أنا بقوله، مش كل الكلام أو نوعية الأغاني اللي بيغنيها بتبقى مناسبة. هو مش بيقول كلام خارج، لكن هو يمكن غناء أكتر على التفخيم والتمجيد لنفسه. ده برضو أنا قلت له كده على فكرة، يعني أنا كنت شفته مرة بالصدفة في مكان وقلت له يا محمد خد بالك من الحتة دي، يعني مش لازم كل اللي أنت بتقوله على المسرح إنك أنت عايز توصل للناس إن أنت نمبر وان، مش بكلامك ومش بقولك، بعملك وبفنك تعمل ده. لا، هو واضح إنه له طريقة تفكير تانية خالص غيرنا يعني. ودشن محمد رمضان أولى الحفلات الرسمية على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد التي افتتحت ضمن فعاليات موسم الرياض. وبدأت الحفلة عند 10 مساء واستمرت إلى 2 صباحا، وغنى فيها عددا من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور. وشهدت الحفلة حضور أكثر من 10,000 شخص. ووجه محمد رمضان كلمة شكر للمملكة بعد الحفلة من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث كتب: شكرا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا سمو ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الجمهور السعودي الغالي، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، دمتم أرض الكرم. في نفس الأثناء يواجه الفنان محمد رمضان هجوما آخرا بعدما أشعلت جلسة تصوير لملكة جمال الهند أورفانشي روتيل مع النجم محمد رمضان منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الثنائي في لقطات وصفها الجمهور بالجريئة عرضتهما لسيل من الانتقادات الواسعة التي واجه النجم المصري نصيب الأسد منها. وظهر الثنائي
وهما يلتقطان مجموعة من اللقطات في جلسة تصوير جديدة، إلا أن وضع يد الفنان على ساق أورفانشي استفز الجمهور ليتعرض بعدها النجم المصري لسيل من الانتقادات. ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع الممثل المصري رمضان بالممثلة الهندية صاحبة لقب ملكة جمال مطربات الكون لعام 2015، حيث جمعهما في السابق فيديو كليب تم تصوير مشاهده في دبي، حيث عبرت حينها عن سعادتها بهذا العمل قائلة: كان لابد أن يكون اللقاء بيننا قبل هذا الوقت، غير أنني سعيدة باختياره. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.